السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي ظلال وأضواء. ما طار طير وارتفع إلا وكما طار وقع، ولكل صقر طائر في السماء أسد قوي هصور يلتهمه إذا وقع. أشرنا وكررنا وحذرنا من أخطاء المجلس القومي للرياضة، والأحداث المتتالية تكشف للجميع صدق توقعاتنا وكلامنا. شكرا للأسد الهصور المقاتل مرتضى منصور الرئيس السابق لمجلس إدارة نادي الزمالك، حكم قضائي ساطع ناصع لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، القضاء العادل النظيف يصلح ما يفسده النظام الرياضي المخيف، صفعة جديدة مؤلمة للمجلس القومي للرياضة، وضربة قاسمة أخرى لرئيسه العنيد المكابر المهندس حسن صقر، وهزة عنيفة لأحد أكبر الأندية المصرية والعالمية الزمالك في العصر الميمون للمسؤول الشمشون. تزوير جديد في نادي الزمالك، تزوير جديد في الرياضة المصرية في عهد شمشون الميمون. محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة برئاسة المستشار محمود إبراهيم تقرر إلغاء انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك التي أجريت في مايو 2009 وأسفرت عن نجاح ممدوح عباس رئيسا على حساب مرتضى منصور. 1342 سنة 63 والدعاوى المرتبطة بها المضمومة إليها المقامة من الأستاذ مرتضى منصور ضد المجلس القومي للرياضة زائد الدعاوى المضمومة إليها، حكمت المحكمة بقبول الدعوة شكلا، بس حكمت المحكمة بقبول الدعوة شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه. المحكمة تؤكد وقوع تزوير في الانتخابات وتطالب المجلس القومي للرياضة بإجراء انتخابات جديدة، والحكم يشمل إدانة واضحة ومعلنة ضد من قاموا بالتزوير. ترى هل يواصل المجلس القومي حمايته لمجلس عباس؟ ترى هل يواصل المجلس القومي تجاهله للتزوير المتكرر في الزمالك كما تجاهل بلا خجل التزوير الذي عرفه العالم في وصل الأمانة لجده؟ أو ينتصر للحق هذه المرة ويقرر إحالة واقعة التزوير للنيابة تمهيدا لتنقية النادي العريق من هواة ومحترف التزوير الذين كشفتهم النيابة وأدانهم القضاء؟ الحكم القضائي كشف أوجه قصور وتزوير عديدة، وهو ما يثير الدهشة حول موقف المجلس القومي للرياضة في اعتماد نتيجة تلك الانتخابات في حينها متغاضيا عن تلك الزوايا. مرتضى منصور يعلنها اليوم بصوت عالي في أحد البرامج أن مسؤولين تابعين للمجلس القومي بينهم شخص اسمه حمدي وفقا لمزاعمه متورطون في عمليات التزوير. عموما مرتضى منصور يواصل هوايته في تفوقه على حسن صقر، هواية بدأها عام 1997 بعد أن أسقطه بجدارة في الصراع على منصب نائب رئيس نادي الزمالك في الانتخابات بفارق شاسع، ثم أسقطه وقائمته مجددا في انتخابات 2005، وها هو يكرر الضربة تلو الأخرى للصقر. مرتضى منصور يكسب قضيته رقم 25 ضد حسن صقر، ولأننا نؤمن جدا في مصر بالمثل القائل يا بخت من بات مغلوب، خسائر حسن صقر لم تهز أبدا مكانه ولا مكانته عند مسؤول الحكومة وهو باقي في منصبه رغم أنف الجميع، باقي في مكانه رغم قرار الاتحاد الدولي للجمباز بإيقاف مصر دوليا بسبب قراراته، باقي في مكانه بعد صدور القرارات الرادعة ضد كرة اليد المصرية من الاتحادين الإفريقي والدولي،
باقي في مكانه بعد مهانة الكرة المصرية في الفيفا بعد واقعة الجزائر، باقي في مكانه بعد سطوع شمس التزوير في قضية جدو، باقي في مكانه بعد اعتراف العشرات بالتدخل السافر لدى الأندية واللجنة الأولمبية لإسقاط مجلس إدارة اتحاد الجمباز الشرعي، باقي في مكانه بعد فضائح اتحاد كرة القدم ولجانه ومناطقه، باقي في مكانه بعد مهزلة انتخابات اللجنة الأولمبية المسيسة، باقي في مكانه بعد إقصائه التام لأي وجود لرموزنا في العالم. أبعد اللواء منير ثابت عضو اللجنة الأولمبية الدولية، ودكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، ودكتور عمرو علواني نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة الطائرة عن أي مكان في الرياضة المصرية. إذا كانت الحكومة لا تعلم تلك المهازل فتلك مصيبة، أما إذا كانت على علم فالمصيبة أعظم. نترك الحكومة ومشاكلها في مواجهة أحكام القضاء التي تنهال عليها من كل جانب، نتركها مع مصيبتها في مواجهة قرار المحكمة ببطلان عقد مدينتي يصل عددهم إلى 200,000 أسرة، ونتحول من الحكومة إلى مندوبها الأول في شؤون الرياضة المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة، ونسأله ببراءة: متى تستقيل؟ متى تضع تاريخك الرياضي الناصع قبل مقعدك السياسي؟ متى تهتم بالعزة قبل السلطة؟ متى تأخذ راحة طويلة لترتاح وتريح وتزيح عبئا على قلوبنا؟ صدقني، باستقالتك من منصبك وراحتك من مهنتك ستمنح للرياضة المصرية أسطوانة الأكسجين النقية التي يحتاجها الجميع في ملاعبنا واتحاداتنا وأنديتنا للتنفس السليم. بعد اختناق دام أكثر من 5 سنوات عانى منها الكثيرون من سكرات الظلم والموت، ولأن مصائب قوم عند قوم فوائد، كان الجهاز الفني لكرة القدم بالزمالك هو المستفيد الأول ولو مؤقتا من قرار المحكمة بإلغاء انتخابات النادي وإسقاط مجلس الإدارة الحالي. ممدوح عباس وبطانته كان على وشك إصدار قرار بإقالة الجهاز الفني قبل مباراته بعد غد مع سموحة في الدوري بالأسكندرية. عباس في آخر أيامه في الإدارة كان غاضبا للغاية من النتائج السيئة للفريق في الدوري، والتي كررت نفس البداية السيئة للموسم الماضي وربما أسوأ. وتعاظم استياء عباس وزملائه من حسام وإبراهيم بسبب سيل التصريحات أو الاتهامات منهما ضد الجميع، اتهامات ضد الإعلام، ضد الأندية، ضد الاتحادات، ضد المدربين، ضد الحكام، ضد أهل الدجل والشعوذة، حتى وصلت إلى حد اتهام الحوائط والطوب والخشب بمسؤوليتها عن عدم فوز الفريق. رحيل عباس وبطانته ستبقي حسام حسن وبطانته إلى أجل أطول حتى يأتي مجلس مؤقت أو مجلس منتخب. الطريف أن إبراهيم حسن مدير الكرة طالب اليوم في تصريح رسمي المجلس القومي للرياضة بسرعة اتخاذ الإجراءات السريعة بتعيين مجلس إدارة بديل في الوقت الحالي لمشاركة الفريق في الدوري ووجود التزامات له. وقال إبراهيم: مثلما قضت المحكمة بحل مجلس الزمالك الحالي، أطالب المحكمة والمجلس القومي بتعيين مجلس جديد للزمالك في أسرع وقت. كان إبراهيم ودودا عندما لم يحدد اسم الرئيس أو الأعضاء الجدد الذي يريدهم في الزمالك. نأتي إلى الطرف الجيد، إلى جمهور الزمالك العظيم، الطرف الأنقى الأرقى في القلعة البيضاء، وهو وجد اليوم عزاءه وفرحته وراحته في التصرف الرياضي الرائع من إدارة نادي أندرليخت البلجيكي.